السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد من ياتي ستور. ان شاء الله النهارده هقول لكم نظام الهدايا بتاع شركه اوبال في شهر ابريل. اول حاجه عندنا هي هديه الميت نقطه. احنا عندنا الشهر ده لو عملتي كل 100 نقطه تاخدي شاور جل الكيلو ونص بتاع بزلان بريحه الفراوله. كل 100 نقطه بتعمليها بتاخدي الهديه دي مجانا. بعدين عندنا البرنامج التراكمي بتاع الثلاث شهور، شهر 4 و5 و6. في شهر 4 لو عملتي 800 نقطة بتاخدي الخلاط ده مجانا، مش سحب يا بنات، لا بتاخديه فوري مجانا. زائد لو انت عملتي 800 نقطة كلهم على بعض بتاخدي معاهم كمان 8 مرات من هدية الميت نقطة، اللي هي هتبقى كرتونة شاور بتاعت الكيلو ونص. دول كلهم الكرتونة الثمان قطع دي كلها هتكون مجانا. طيب لو انا مش هقدر اعمل ال 800 نقطه دول على فاتوره واحده تروح عليا الهديه؟ اكيد لا، تقدري تعملي ال 800 نقطه دول طول شهر 4، بس اول ما هتعملي ال 800 نقطه هتاخدي الخلاط دوت مجانا. لسه مستمره معانا هدايا شهر 4 عشان رمضان. كل سنه وانتم بخير. عندي كمان لو زودتي على 800 نقطة عملتي 1000 نقطة، يعني 1800 نقطة، ساعتها هتاخدي المكنسة الكهربائية دي زائد الخلاط. يعني لو انا عملت 800 نقطة اخد الخلاط بس، لو زودت عليهم 1000 يعني عملت 1800 نقطة، اخد الخلاط والمكنسة الكهربائية و18 مرة من هدية الميت نقطة بتاعت الشهر. تمام، نخش بقى في شهر 5 الخطوة التانية. لو عملت 800 نقطة برضو اخد الطقم بتاع الثلاث صواني التيفال دول باخدهم مجانا، زائد طبعا هدايا الميت نقطة ساعتها في الشهر ده هتكون ايه. وفي شهر 6 ان شاء الله اخر شهر لو عملتي برضو 800 نقطة تاخدي الطقم الحلل دول مجانا، اللي هو الثلاث مقاسات دول. ده كده الهدايا الأساسية، ده غير لسه كمان كل تنشيط بينزل لنا هدية للعضو الجديد وهدايا التنشيط نفسها اللي أنا دايما بشرحها لكم في التنشيطات اللي بنزلها. يارب أكون قدرت أفيدكم بأي حاجة. السلام عليكم، أشوفكم الفيديو الجاي.